بسم الله الرحمن الرحيم. السبت 18 من يونيو لعام 2022. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا الذي يتجدد صباح كل يوم على شاشة إكسترا نيوز. وهذا الصباح وننظر جميعا إلى العالم هذا الصباح وما به من أخبار. على غير عادتنا النهاردة مش هنبدأ بالأخبار السياسية الفقيلة وتحديدا متابعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإن كنا طبعا سنتطرق إليها بشكل أو بآخر. هنبدأ النهاردة بمجموعة من الأخبار التي لها علاقة وثيقة بحالة الطقس الحار جدا التي تجتاح بلاد كثيرة جدا حول العالم بشكل ربما غير مسبوق. والحقيقة إنه الكل بيعلق في كل مكان في العالم إذا كان فصل الصيف لم يبدأ بعد. هو المفترض طبعا إنه كل عام بيبدأ في الوقت في 21 من شهر يونيو، إذا كنا في بدايات أو منتصف شهر يونيو وتأتينا هذه الموجة الحارة جدا. إذا ماذا عن فصل الصيف تحديدا يوليو وأغسطس؟ ده يعني دول الشهرين اللي بتكون الناس كلها حاطة إيديها على قلوبهم. هنتابع مع حضراتكم ونشوف كده موجة الطقس الحارة وصلت لفين في دول العالم والاستعدادات القصوى اللي بعض الدول تحديدا الدول الأوروبية والإفريقية شهدتها، وإن كان أيضا هيكون لنا وقفة عن الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة أكيد أخيرة من أخرى من الأخبار. ولكن البداية مع حالة الطقس العالمية والموجة الحارة هيبدأها زميلي باسم اللي بصبح عليه. صباح الخير يا باسم. صباح الخير يا منى. صباح الخير عليكي وصباح الخير على مشاهدينا من مصر ومن كل مكان في العالم. حالة الطقس وموجة الحر الشديدة كانت الأسبوع اللي فات يمكن في إسبانيا تحديدا كانت بتسجل أرقام كبيرة ومرتفعة للغاية. هذا الأسبوع أصدرت السلطات الفرنسية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء كبيرة الحقيقة من فرنسا بعد أن بلغت نحو 40 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد بالأمس. أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن درجات الحرارة سترتفع بشكل أكبر اليوم. أشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن موجة الحر الشديدة هذه ضربت فرنسا بشكل مبكر أكثر من أي وقت مضى. الحقيقة إنه باريس وليون وستراسبورغ فرضوا قيود على حركة السيارات للحد من تلوث الأوزون، خفضوا كمان من السرعة القصوى للسيارات المسموح بها مع السماح فقط لبعض السيارات الحاصلة على شهادات معينة بالحركة. في نفس الوقت سمحت باريس بالاستمرار في فتح الحدائق في الليل في فترات الليل، وهي عادة بيتم إغلاقها في هذه الفترة، لكن علشان المواطنين يقدروا أن هم يستمتعوا بدرجات الحرارة المخفضة فسيتم فتح هذه الحدائق. أفادت صحيفة لو باريزيان بأن العديد من موظفي المكاتب توجهوا إلى مكاتبهم المكيفة بدل من العمل عن بعد، وده بسبب ارتفاع درجات الشديد. يمكن 40 درجة في مناطق مختلفة في العالم بتشهد درجات أعلى من ذلك، ولكن أوروبا تحديدا أغلبها يمكن مش بتكون مجهزة بشكل كبير لمواجهة حالات الحر الشديد. صحيح. ممكن لو حد سمعنا وإحنا بنقرأ الخبر دلوقتي وبنقول إنه في ناس كتيرة في فرنسا من المواطنين اللي مسموح لهم يشتغلوا من المنزل لكنهم فضلوا التوجه إلى المكاتب، يمكن في بعض الناس ما تبقاش عارفة قوي ليه، لأنه الحقيقة فرنسا معروف عنها إنها من الدول الأوروبية وجود التكييفات فيها في البيوت قليل، مش حاجة كتيرة، يعني مش كتير تلاقي أي حد عنده تكييف في البيت، وبالتالي الجو هناك مع درجات الحرارة المرتفعة جدا دلوقتي خلى ناس كتيرة الحقيقة ما يقدروش يستحملوا هذه الحرارة، فيقول لك لا أنا حتى لو مسموح لي أشتغل من البيت أشتغل أونلاين يعني لا أنا أنزل أروح المكتب على الأقل في تكييف مركزي هناك يهدي شوية من درجات الحرارة. خلينا نروح إلى خبر آخر ولكن في نفس السياق، وما زلنا نتحدث عن موجة الطقس الحارة جدا التي تضرب الكثير من دول العالم. والمتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس أكدت أنه موجة الحر الشديدة الحالية في أوروبا وأفريقيا من المفترض أن تنتهي غدا الأحد، ولكن هذا لا يعني أنها لن تتكرر لاحقا في فصل الصيف. أضافت نوليس في بيان أن الموجة القوية بشكل غير عادي انتشرت من شمال إفريقيا عبر أوروبا، وأشارت إلى أن درجات الحرارة كانت أكثر شيوعاً من درجات الحرارة اللي شهدتها أوروبا في يوليو أو أغسطس. كانت في بعض أجزاء من إسبانيا وفرنسا أعلى من المتوسط في هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية كاملة. تابعت أيضا في تصريحها أن موجات الحر بدأت في وقت مبكر وأصبحت أكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ والتركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري المسببة للحرارة.
هنروح مع حضراتكم من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقالت صحيفة واشنطن بوست إن سلسلة من الكوارث المناخية بتضرب الولايات المتحدة حتى قبل البداية الرسمية لفصل الصيف، بما في ذلك فيضانات هائلة في ولايتي مونتانا وويمونغ، وموجة من الارتفاع الشديد في الحرارة في الغرب الأوسط ويومينغ الولاية عفوا. ذكرت الصحيفة أنه في شرق ولاية مونتانا وولاية ويمويانغ دمرت الفيضانات الهائلة الجسور واكتسحت المنازل وأجبرت 10,000 من الزائرين في الحدائق الوطنية على الإجلاء. فقدت أكثر من 500,000 أسرة في منطقة البحيرات العظمى ووادي أوهايو الكهرباء في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما ضربتها عواصف رعدية عنيفة للغاية. كل ده بينما ضربت موجة من ارتفاع الحرارة ما بين نبراسكا إلى ساوث كارولينا، مما وضع أكثر من 100,000,000 أمريكي تحت تحذيرات الحرارة، وأدى ذلك إلى نفوق 2,000 على الأقل من الماشية في كانساس. تابعت الصحيفة أيضا قائلة إن اليوم الأول الرسمي لفصل الصيف لم يأتي بعد، بينما بتعاني البلاد من ارتفاع الحرارة ومن الفيضانات. كل هذه الأخبار وغيرها من الأخبار المتعلقة بموجات الحرارة العالية جدا والتي لم ربما يسبق لها مثيل على مدار عقود طويلة لتجتاح دول كثيرة في العالم بسبب الاحتباس الحراري والانبعاثات وغيرها من الأمور، طبعا بيخلي الجميع الحقيقة يدرك أكثر أهمية مؤتمر المناخ كوب 27 أو كوب 27 اللي مصر بإذن الله ستستضيفه هذا العام العام الجاري في شهر نوفمبر تحديدا في مدينة السلام شرم الشيخ. والحقيقة بالحديث عن هذا المؤتمر اللي بينظر إليه العالم كله باهتمام وترقب وكل المشاركين فيه بيحضروا بالفعل أجندتهم من الآن وبيثمنوا هذه الدعوة من جمهورية مصر العربية لاستضافة هذا المؤتمر الهام جدا وهذه القمة الهامة جدا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى خروج الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ كوب 27 بنتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمة هذه الأهداف هدف 1.5 درجة مئوية. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس عبر فيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغيير المناخ. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عن كوب 27، هذه القمة العالمية الهامة جدا، في العرض التالي. نروح مع حضراتكم إلى أخبار إذن ما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اللي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مقر لقوات أزوف في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة ومستودعين للأسلحة وعشر مواقع لإطلاق نيران المدفعية في أوكرانيا.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الطيران الروسي دمر خلال 24 ساعة مقراً لكتيبة أزوف بالقرب من قرية بيوستشين في منطقة خاركوف، بجانب مستودعين أوكرانيين للأسلحة وعشر مواقع لإطلاق نيران المدفعية. أضاف أيضاً كوناشينكوف: لقد استهدفنا بصواريخ عالية الدقة من الجو 18 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وده بالإضافة إلى 10 مواقع إطلاق مدفعية وبطاريات هاون أوكرانية، بما في ذلك 6 بطاريات من تراز جراد. أيضاً أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن مقتل 200 عنصر من القوميين المتطرفين وتدمير منظومتين للصواريخ المضادة للطائرات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الغارات الجوية الروسية أدت إلى مقتل أكثر من 200 من القوميين المتطرفين وتدمير منظومتين للصواريخ المضادة للطائرات في دونيتسك، مضيفا إلى أنه تم تدمير مستودع للذخيرة في لوهانسك وعشر دبابات ومدرعات، بالإضافة إلى تدمير 6 قطع من المدفعية الميدانية وأربع راجمات صواريخ. أيضا فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن هذه المرة من أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستطبق نظاما بيفرض على الروس الحصول على تأشيرة دخول، وده اعتبارا من الأول من يوليو بعد نحو 4 أشهر على بدء الصراع الروسي الأوكراني. قال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام إن الحكومة الأوكرانية ستتبنى قرارا رسميا بهذا المعنى من أجل مواجهة التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي والسيادة وسلامة أراضي الدولة الأوكرانية. سينهي القرار إذن القرار اللي هيتخذه بدخول الروس من غير تأشيرة إلى أوكرانيا، يعني سيلغي هذا القرار المطبق منذ استقلال الجمهورية السوفيتية السابقة في عام 91. وأوضح رئيس الإدارة الرئاسية أندريتش يارماك أنه من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الأمن هو الأولوية. أعلن الجيش الأوكراني مقتل 33,150 جنديا روسيا في الفترة من 24 من فبراير الماضي وحتى أمس الموافق 17 من يونيو. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1456 دبابة و 3563 مركبة قتالية مصفحة و 734 نظاما مدفعيا و 180 مروحية و 593 طائرة بدون طيار. وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت كذلك في تدمير 233 من راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و97 من الأنظمة الدفاعية الجوية و215 طائرة و129 صاروخ كروز و13 سفينة حربية، إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة. هذه المرة من فنلندا، اللي أعلنت تولا لادريني ممثلة جمارك فنلندا صاحبة أطول حدود برية مع روسيا في أوروبا عن فرض حظر على نقل المنتجات النفطية من قبل الأفراد من روسيا أو إليها. نقلت وكالة نوفوتستي عن لادريني قولها: نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا في 4 يونيو لهذا العام، بيحظر شراء المنتجات النفطية أو استيرادها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر حتى من روسيا أو إليها. لذلك في الوقت الحالي لا يمكن استيراد الوقود من روسيا إلا في خزان وقود تقليدي للسيارة. أوضحت أيضا أن هذه العقوبات بتنطبق على الأفراد الذين يدخلون فنلندا من روسيا بالسيارة، مشددة عن حظر استيراد أي مشتقات من المنتجات النفطية في علب أو حاويات أخرى. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوانس خلال زيارتهم لأوكرانيا
عن دعمهم القوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك أعلن ماكرون عن إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف، وهي مساعدة طالب بها بشدة جيش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتغيير مسار العمليات العسكرية مع روسيا. وفيما يتعلق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن 4509 مدنيين لقوا حتفهم، بينما أصيب 5585 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 تحديدا من شهر فبراير الماضي. أضافت المفوضية أنه من المحتمل أن يكون عدد القتلى في أوكرانيا أعلى، لأن الصراع المسلح يمكن أن يؤخر التقارير حول أعداد القتلى. أشارت أيضا إلى أن معظم الخسائر المسجلة في صفوف المدنيين هي ناجمة عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، بما في ذلك القصف باستخدام مدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى الصواريخ والغارات الجوية. اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الدول الغربية بتأجيج التوترات في منطقة أوراسيا، قائلا إن الغرب يضع نصب عينيه هدف تحويل أوراسيا إلى ساحة تتكون من دول تتصارع مع بعضها البعض. وقال باتروشيف إن الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتفكيك التكتلات التكاملية التي تم إنشاؤها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تعد بمثابة تهديد واضح للفضاء وأوراسيا ككل. وأشار أيضا إلى استمرار حلف شمال الأطلنطي الناتو، الذي وصفه بأنه يعمل كأداة للسياسة الخارجية لدولة معينة، في تعزيز وجوده على الجانب الغربي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، محذرا من تدهور الأمن الجماعي في منطقة أوروبا الشرقية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فاندرليان إن المفوضية بتوصي بإعطاء أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. أضافت فاندرليان أن هذا الأمر بيأتي بناء على أساس أن تقوم الدولة بتطبيق عدد من الإصلاحات المهمة الإضافية، مشيرة إلى أن أوكرانيا أظهرت بوضوح طموح الدولة وعزمها للارتقاء إلى القيم والمعايير الأوروبية. قالت أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية إن أوكرانيا قبيل العمليات العسكرية شرعت في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 8 أعوام كانت بتسير خلالها بشكل تدريجي بخطى أقرب إلى اتحادنا، والحديث طبعا عن لسان الرئيسة، مؤكدة أن أوكرانيا تشارك في برامج مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي مثل برنامج إيراسموس، موضحة أن كييف لديها ديمقراطية برلمانية ورئاسية قوية، ولديها أيضا إدارة عامة بتعمل بشكل جيد للغاية، حافظت على إدارة البلاد خلال هذه العملية العسكرية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أمس الجمعة أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 5.6 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تزويد أوكرانيا ب20 مروحية من طراز MI-17 وأكثر من 700 مسيرة وأكثر من 20,000 نظام مضاد للدبابات، فضلا عن تقديم لأوكرانيا 1400 من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا إلى أخبار من آسيا، حيث قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيتعين عليه أن يرد بشكل حازم وموحد على استفزازات بيونغ يانغ. أكد يون أن الاستفزازات الكورية الشمالية بتشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية وللمجتمع الدولي.
أشار أيضا إلى أنه ما لم يتخذ مجلس الأمن ردا حازما وموحدا يمكن إرسال رسالة خاطئة مفادها أنه يتسامح مع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية. وأوضح أيضا أن بيونغ يانغ لا تزال غير مستجيبة لعروض كوريا الجنوبية بشأن تقديم اللقاحات المضادة لكورونا والعلاجات المختلفة. طلب يون أيضا الأمم المتحدة بالمراقبة عن كثب للوضع الوبائي في الشمال وإجراء مشاورات وثيقة مع الحكومة الكورية الجنوبية حول هذا الشأن. ومن كوريا إلى الصين، حيث قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن بكين أطلقت حامل الطائرات من الجيل الجديد أمس الجمعة، وهي أول سفينة من نوعها تم تصميمها وصناعتها في الصين، فيما وصفته الوكالة بالعلامة الفارقة في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتوسيع نطاق وقوة بحريتها. وأوضحت تقارير إعلامية صينية أن الحامل من نوع OO3 وأطلق عليها اسم فوجيان، وغادرت حوضها الجاف في مصنع بناء السفن خارج شنغهاي صباح اليوم استعدادا لإطلاقها قريبا، وتم تغطيتها بلفافات حمراء استعدادا على ما يبدو لحفل إطلاقها. أيضا أظهرت لقطات أفرادا من البحرية متجمعين يقفون تحت السفينة الضخمة، بينما كانت نفاثات مائية تتطاير فوق سطحها وتتطاير شرائط ملونة مع انبعاث دخان ملون. أعلنت منظمة اليونيسف أن عدد الأطفال النازحين حول العالم بنهاية عام 2021 بلغ 37 مليون، من بينهم 14 مليون لاجئ و22 مشردا داخليا. جاء ذلك بسبب الصراعات والعنف والهشاشة في بلدان مثل أفغانستان واليمن والكونغو الديمقراطية، والجفاف في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، والفيضانات الشديدة في الهند وبنغلاديش وجنوب إفريقيا. أشارت اليونيسف إلى أن عدد اللاجئين حول العالم تضاعف في العقد الماضي فقط، وبيشكل الأطفال نصف هذا العدد، وأن أكثر من ثلث الأطفال النازحين بيعيشوا في أفريقيا جنوب الصحراء، ربعهم في أسيا الوسطى وأوروبا، و13% منهم في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا. دعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاترين راسل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووصول المساعدات لهؤلاء الأطفال مع توفير الحماية والخدمات الحيوية لهم بما في ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية. تواجه إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تزايداً غير مسبوق في طلبات الإقامة والجنسية، حيث وصلت التأخيرات في معالجة هذه الطلبات إلى رقم قياسي بلغ نحو 2.4 مليون طلب على مدار شهر واحد فقط. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة من إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن الطلبات تشمل جميع الفئات من الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة إلى طلبات الجنسية، وأدى التراكم المتزايد بالفعل إلى إحباط أولئك الذين ينتظرون تلقي تحديث من إدارة الجنسية والمواطنة. ولم تعد وزارة الهجرة قادرة منذ مارس من العام الماضي على تحديد الأوقات التي تقدر حاليا ب 21 شهرا لطالبي الهجرة إلى المقاطعات الكندية. ننتقل مع حضراتكم إلى إسبانيا مشاهدينا، اللي بالأمس أعلنت عن إجلاء 3000 شخص بسبب الحرائق قرب حديقة بوي ديفو حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن الحريق الذي وقع في المنطقة دمر تقريبا 90 كيلومتر مربع في سلسلة جبال سيرا دي لا كوريبرا. أضافت أن السلطات أرسلت نحو 220 فردا من فرقة الإطفاء والدفاع المدني اليوم من أجل مكافحة من أجل مكافحة ألسنة اللهب في سامورا بالقرب من الحدود مع البرتغال، وأغلقت العديد من الطرق بالبلاد منذ يوم الخميس.
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الركاب الإنجليز الذين من المقرر أن يسافروا من مطار جاتويك جنوب لندن هذا الصيف قد يتم إخبارهم بإلغاء رحلاتهم هذا الصيف بعد أن أعلن المطار أنه سيضع حد أقصى للعمليات اليومية. وطلب مدير المطار من شركات الطيران خفض جداولها الزمنية أملاً في أن يحظى الركاب بخدمة أفضل وأكثر مصداقية، وفي حين أن أغلب الركاب سيسافرون كما هو مخطط له في أكثر الأيام زحاماً، إلا أن شركات الطيران أخبرت بإلغاء ما يصل إلى 50 رحلة، ما يعني أن الآلاف من الركاب الذين يحجزون بالفعل سيتعين عليهم إيجاد مطارات بديلة. واتفق المطار مع شركات الخطوط الجوية على خفض العمليات من حد أقصى 900 رحلة يومياً بين مغادرة ووصول على 825 في يوليو و 850 في شهر أغسطس. طيب، هننتقل مع حضراتكم إلى مجموعة أخرى من الأخبار، هذه المرة عن كورونا. نتحدث عن التفاوت اللي بقى موجود في دول مختلفة، دول بتفتح وبتقلل الحظر الموجود فيما يخص كورونا، ودول أخرى بتزداد أو بتزيد فيها الالتزامات فيما يخص الإجراءات الاحترازية من كورونا، وده على حسب طبعا أعداد الإصابات بتتراوح عاملة إزاي. حذرت وزارة الصحة العراقية بالأمس من دخول موجة وبائية جديدة من كورونا إلى العراق، واشترطت الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس من أجل دخول البلاد. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قوله إن مشكلة وجائحة كورونا ما زالت قائمة، ومن يراجع خطابات وزارة الصحة والمسؤولين فيها بيلحظ التأكيد المستمر وعلى الدوام بأن الخطر مستمر وهناك احتمال بظهور متحورات جديدة، كما شدد على أهمية عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية. وحول الموقف الوبائي الحالي في العراق أكد البدر ملاحظة أن هناك تفاوت في عدد الإصابات اليومية، ويتم تسليط الضوء عن كثب على كل المستجدات وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وقد تكون هناك تطورات تدخل البلاد في موجة وبائية كما يحدث الآن في دول قريبة من العراق. ومن العراق إلى المملكة العربية السعودية، حيث ألغيت الأدلة الإرشادية الجديدة التي أصدرتها هيئة الصحة العامة في المملكة اشتراط التحصين ضد فيروس كورونا للدوام الحضوري للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري وسائقي الحافلات. وأوضحت الأدلة التي أصدرتها الهيئة في نسختها الثالثة ليونيو الحالي من العام الحالي 2022 العودة إلى المدارس في ظل جائحة فيروس كورونا لطلاب الفئات العمرية الأقل من 12 عاماً والفئات العمرية الأكثر من 12 عاماً استئناف الدوام الحضوري وعدم اشتراط أن يكون جميع الطلاب قد أكملوا جرعات اللقاح، ولكن يتم تحفيز الطلاب للمسارعة لاستكمال جرعات اللقاح مع عدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة والتوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة فقط. وتم استثناء الفئات غير المستكملة التحصين التي تكون أكثر عرضة للمرض الشديد والتنميم، مع التأكيد على عدم حضور الطالب المريض لحين التعافي مع أهمية مراجعة الطبيب.
هنروح مع حضراتكم إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية، حيث أعلن مرصد قطاع الطاقة في اتحاد التجاريين الإيطاليين أنه في إطار المقارنة بين إبريل لعام 2021 ونفس الشهر من عام 2022 ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بشكل كبير بالنسبة لجميع القطاعات الرئيسة المكونة لقطاع السياحة والفندقة وما يتبعه من قطاعات. كشف تقرير للاتحاد الإيطالي أن هذه الزيادة بتكلف الفنادق 68,000 يورو، احنا نتحدث دلوقتي عن تقديرات سنوية، 68,000 يورو، المطاعم 9,000، المقاهي 5,000، محل المواد الغذائية 2,000 يورو، ومحل المواد غير الغذائية 5,000 يورو على أساس سنوي. أشار التقرير إلى أن الزيادات في الإنفاق السنوي على الغاز كانت كبيرة بالقدر نفسه، وأن بالمقارنة بين إبريل لعام 2022 وإبريل الماضي من عام 2021 مرة أخرى فإن قطاع الفنادق بيتحمل 13,000 يورو والمطاعم 5,000 يورو، بل وحتى المقاهي ومحال البقالة وغيرها كلها تضررت جراء ارتفاع أسعار الغاز اللي بتبلغ نسبة الزيادة السنوية في حوالي 110%. وبالحديث عن الزيادة والأسعار، يبدو أن الأسواق العالمية لن تهدأ أو لن يهدأ توترها بسبب ارتفاع أو أخبار أسعار الفائدة حول العالم. الخبر التالي من صحيفة جارديان البريطانية اللي أكدت أن الاضطراب العالمي في سوق الأسهم والعملات المشفرة وغيرها من الأصول الخطرة قد تسارعت وتيرتها في ظل مخاوف متزايدة بأن التضخم الذي أصبح خارج السيطرة ومعدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو يمكن أن تجتمعوا معا لتدفع العالم نحو الركود. وتراجعت أسعار الأسهم في آسيا يوم الجمعة أمس في بداية ما كان من المحتمل أن يكون يوما عصيبا آخر للمستثمرين المذعورين من قرار الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش منذ ما يقرب من 30 عاما، وصارت بنوك مركزية أخرى رائدة على دربه منها بنك إنجلترا والبنك السويسري الوطني، وقام الأخير بأعلى رفع للفائدة منذ 15 عاما، ما جعل خبراء الاقتصاد يهرولون لتعديل توقعاتهم للنمو إلى الأسفل. بالحديث عن العملات مشاهدينا، ولكن هذه المرة العملات الافتراضية، أصبحت عملة البيتكوين في السلفادور تحديدا هي وسيلة الدفع الرئيسة اللي بيتم بها دفع كل شيء في البلاد، وده بعد حوالي 9 أشهر من اعتمادها كعملة رسمية في البلاد. بيؤثر الانهيار المستمر اللي بيواجه العملات المشفرة خاصة البيتكوين على المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بالطبع حكومة السلفادور اللي قررت إن هي تستثمر ملايين الدولارات في عملة البيتكوين وجعلتها مناقصة قانونية قبل 9 أشهر، وده اللي شجع الناس على استخدامها في معاملاتهم وكمان في شراء السندوتشات أو يعني السندوتشات والأطعمة ودفع فواتير الغاز في المنازل وكل هذه الأشياء. وأصبح الأشخاص والمواطنين في السلفادور بيستخدموا عملات البيتكوين من أجل شراء أي شيء في البلاد. في نفس سياق الخبر أيضا والحديث يا باسم مازال مستمرا عن عملة بيتكوين، أعلنت شركة الطيران الأسبانية فيولينج أنها تقبل عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كوسيلة للدفع، لتصبح أول شركة طيران في أوروبا تقبل العملات المشفرة. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة فيولينج تبدأ في قبول مدفوعات البيتكوين والعملات المشفرة في عام 2023، وأعلنت الشركة أنها اتفقت على إمكانية قيام العملاء بالدفع مقابل تذاكر الطيران الخاصة بهم باستخدام العملات المشفرة. بتصبح شركة فيولينج أول شركة طيران في أوروبا بتقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع بهذه الطريقة. نعود أيضا إلى أخبار الصحة وملفات الصحة حول العالم. وزارة الصحة الإيطالية أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بجدري القردة إلى 71 حالة. يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا، لكن هناك سلالتين خطيرتين له
تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة تصل إلى نحو 1% من المصابين. ما زلنا مع حضراتكم فيما يخص أخبار فيروس جدري القردة وانتشاره، ولكن هذه المرة في إنجلترا. أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 574 حالة. كمان بيوجد 550 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في إنجلترا و16 في اسكتلندا و2 في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى 6 حالات فقط في ويلز. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 نحو العالم أو حول العالم ارتفعت إلى 537 مليونا و 880 ألفا و 995 إصابة. وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و 315 ألفا و 850 وفاة. وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 86 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون إصابة. أيضا من أخبار كورونا، أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أنا بوبوفا عن اكتشاف 4 سلالات متفرعة عن المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون. قالت بوبوفا إن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة في البلاد 4 أنواع من متحور أوميكرون، من بينهم نوع من السلالة الجديدة PA5 وPA4، مشيرة إلى أن 3 أنواع من السلالات الجديدة أظهرت النتائج أنها قادمة من خارج البلاد. أما فيما يخص النوع الرابع فلا يزال يمر بمرحلة التحليل الوبائي. تعالوا بقى نترك مع حضراتكم أخبار السياسة والعمليات العسكرية والفيروسات وغيرها، ونروح إلى مجموعة كده من الأخبار الجميلة اللي من ضمنها أخبار ليها علاقة بذكرى نجوم أحببناهم على مدار سنوات وسنوات، وحتى وإن كانوا قد رحلوا بالجسد ولكن هم وأسمائهم وأعمالهم لسه موجودة وخالدة معانا حتى الآن. النهاردة 18/6 بتحل ذكرى وفاة الفنان الراحل فؤاد راتب. في ناس عارفاه باسم فؤاد راتب وفي ناس تانية بتعشقه باسم الخواجة بيجو، ودي أشهر شخصية قدمها وكانت هي السبب الرئيسي في حب الناس ليه، مش بس إنها تعرفه. هو اسمه الحقيقي فؤاد راتب، كان ساكن في نفس المبنى اللي كان ساكن فيه العندليب عبد الحليم حافظ، وهو اتخرج الحقيقة من كلية تجارة سنة 49 واشتغل بعدها، يعني تسلسله بعدها في العمل ما كانش ليه علاقة بالفن خالص. يعني بعد ما اتخرج من تجارة هو أولا درس تجارة وبعدين دخل أو التحق بوظيفة في اتحاد الصناعات، وفضل يتدرج بشطارته وذكائه الحقيقة لغاية ما بقى مدير إداري للعلاقات العامة، وده يعني منصب درجة كبيرة جدا ساعتها يعني.
وحصل على عدة درجات علمية في الدراسات العليا في التخطيط والإحصاء في العلاقات العامة، وده يمكن ناس كتيرة بتشوف أنه سهل له العمل فيما بعد بالهيئة الأفريقية الأسيوية للشؤون الاقتصادية. سافر بعدها للكويت سنة 1968 بناء على طلب شركة الأسمدة الكويتية، وتولى تنظيم العلاقات العامة لغاية سنة 1972. لما انتهت إعارته من هناك التحق بالعمل بالتلفزيون الكويتي كعضو مقرر بجميع اللجان والاجتماعات اللي بيعقدها التلفزيون. دخل بقى من بعدها، أو يعني يمكن من هنا باب الفن والأضواء بدأ بقى يجي، دخل الإذاعة على إيد الإذاعي الكبير حسين فياض، ثم فتح له الباب أكثر محمد محمود شعبان بابا شارو لما كان ساعتها عنده 7 سنين. ثم كانت الانطلاقة الحقيقية سنة 1952 في مسلسل ساعة لقلبك، اشتهر بدور الخواجة زي ما قلنا الخواجة بيجو، وما قدمش أي دور تقريبا غيره في حياته الفنية، فاشتهر عند الناس بالاسم ده وما كانوش حتى بينادوه يمكن باسمه الحقيقي، وشكل مع محمد أحمد المصري أو المعروف باب ولمعة ثنائي، الاثنين عملوا ثنائي مبهر طبعا، قدروا يحجزوا مكانة كبيرة جدا ليهم وسط عمالقة الكوميديا في الوقت ده زي فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي محمد عوض وأمين الهنيدي وغيرهم من أبطال المسلسل الإذاعي ساعة لقلبك. تعالوا نعرف تفاصيل ومعلومات أكثر عن الراحل فؤاد راتب أو بابا بيجو في أو من خلال العرض التالي. النهارده ايضا بيحل النهارده السبت 18 يونيو بيحل عيد ميلاد الفنانه او بيوافق ذكرى عيد ميلاد الفنانه ليلى شعير ال82 اللي استطاعت ان تخطف بجمالها لقب ملكه جمال مصر في عام 1964، وهو ده اللي فتح لها المجال للدخول في عالم السينما. اشتهرت بادوار الفتاه الجميله الجذابه. ولدت شعير لاب مصري درس الفنون في باريس، وتعرف خلال دراسته على والدتها الفرنسيه التي كانت تعمل مغنية في الأوبرا. بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء. عمها أمين هو كاتب النادي الأهلي، أو كان كابتن النادي الأهلي بعد اعتزال مختار التتش. هي ابنة خال والد المخرج أحمد يسري. طبعا عندها مجموعة كبيرة من الأعمال، يمكن من أشهرها كان عائلة زيزي مثلا، أو الخروج من الجنة، العريس يصل غدا، وطبعا حدوتة مصرية. للمزيد نشوف مع حضراتكم عنها في هذا العرض التالي. حضراتكم طبعا عارفين انه العالم كله منذ سنوات بيتحدث عن مفهوم الاستدامة،
يمكن كلمة الاستدامة أو المصطلح ده بتتاخد أكتر من الجزء العملي والعلمي، يعني فكرة أنه الاستدامة هي المحافظة على الموارد الحالية واستغلالها بالشكل الذي لا يؤثر على مصالح الأجيال القادمة مثلا، يعني ده واحد من التعريفات كده اللي بنعرفها عن الاستدامة. لكن فكرة أنه الطبخ يبقى كمان ليه فن واسمه فن الطبخ المستدام، ده يمكن مفهوم جديد شوية. والحقيقة إنه الأمم المتحدة يوم 18/6 من كل سنة بتحيي يوم عالمي بتسميه يوم فن الطبخ المستدام، وده ممكن من خلاله يتم تسليط الضوء على أهمية الفن ده، فن الطبخ عموما في حياة البشرية. ولازم الناس كلها تعرف إنه الطبخ مش معناه أبدا يعني لا يقتصر على سلق المكرونة أو عمل طاجن في الفرن أو ما إلى ذلك، ده فن حقيقي، ده يعني آرت كده، حاجة مميزة جدا. فن الطبخ ده بيسمى أحيانا حتى في العالم فن الطعام، وممكن يشير كمان إلى الأسلوب نفسه اللي بنعمل بيه الأكل أو أسلوب الطهي في منطقة معينة. بعبارة أخرى نقدر نقول إنه فن الطبخ غالبا ما يشير إلى الطعام والمطبخ المحليين اللي هم اللي موجودين في البلد اللي بعبر عنهم، ده فن الطبخ. طب إيه هي الاستدامة في الطبخ اللي هي إزاي؟ يعني هي فكرة إنه نعمل حاجة مع الطبخ، نعمل مثلا حاجة زي الزراعة أو صيد السمك أو حتى إعداد الطعام بطريقة معينة لا تهدر الموارد الطبيعية، وممكن نستمر في المستقبل في هذه الصناعة دون أن تكون ضارة لبيئتنا أو لصحتنا. فن الطبخ المستدام يعني المطبخ اللي بياخد في الاعتبار من أين تأتي المكونات وكيف تزرع الأغذية وكيف تصل إلى الأسواق وفي نهاية المطاف كيف تصل إلى أطباقنا ثم إلى معدتنا وبطوننا بطبيعة الحال. للمزيد من التفاصيل عن فن الطبخ أو يوم فن الطبخ المستدام العالمي نتابع معا هذا العرض. طيب، من غذاء المعدة إلى غذاء العقول وغذاء الروح وتحديدا الثقافة، يمكن بيربط مصر وفرنسا تحديدا علاقات أثرية قوية جدا عبر السنين. بتعتبر مصر من أهم الوجهات السياحية لفرنسا، ده بسبب عشق الفرنسيين للحضارة الفرعونية القديمة اللي حتى بيتم تدريسها في المدارس في المناهج هناك فيما يسمى بالإيجيبتولوجي. تعالوا نشوف هذا التقرير اللي عمله كريم ألبرت مراسلنا من فرنسا عن المعالم المصرية في باريس. لطالما فتنت مصر الأوروبيين وخاصة الفرنسيين، والدليل على ذلك هو معرض توت عنخ آمون كنز الفرعون الذي حطم في عام 2019 الرقم القياسي للمعرض الأكثر زيارة في فرنسا بحضور 1,423,170 زائرا. وتحتفل المتاحف الباريسية بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز الكتابة الهيروغليفية هذا العام، وتضع مصر في دائرة الضوء، فيمكن للمواطن الفرنسي فك سر هذه الرموز الغامضة من خلال معرض BNF، أو الانطلاق في مغامرة عبر معرض الملحمة الإفريقية في متحف اللوفر على خطى الفراعنة. ويتمكن عشاق الواقع الافتراضي أيضا من استكشاف أعماق هرم خوفو وغرفه وممراته الأكثر سرية مع رحلة استكشافية استثنائية عرض أفق خوفو في معهد العالم العربي. وفي شوارع باريس هناك العديد من الشهادات على الولع الفرنسي بحضارة مصر القديمة،
مثل مسلة الأقصر في ساحة الكونكورد، وهي موجودة في وسط الميدان منذ عام 1836، وتم نحتها منذ أكثر من 3000 عام في عهد رمسيس الثاني. وكانت رحلة المسلة إلى باريس ملحمية واستغرقت 7 سنوات، ويبلغ ارتفاع المسلة 23 مترا، وتحمل الرقم القياسي لأقدم نصب تذكاري في العاصمة. ومن بين المتاحف الكبرى التي تعرض الآثار المصرية خارج مصر، يعد متحف اللوفر وقسم الآثار المصرية من أكثر المتاحف ثراء، وهو يقدم لزواره مجموعات كبيرة تتكون من توابيت وأوراق برد وتماثيل ونقوش برونزية وأثاث ومنسوجات. لم يتوقف الولع الفرنسي للثقافة المصرية القديمة عند هذا الحد، ففي عام 1806 كلف نابليون فرانسوا جان برال بإنشاء نافورة النخيل المعروفة أيضا باسم نافورة شاتليه لإحياء ذكرى انتصارته وتقديم مياه الشرب المجانية للباريسيين. ويمكن التعرف على نافورة شاتليه من خلال عمودها النحيف المزين من الأعلى بأوراق النخيل والبرونز المذهب حول الحوض، وأربعة تماثيل منحوتة لأبي الهول لإخراج الماء. يمكن أيضا العثور على التأثير المعماري والرمزي لمصر في شوارع باريس، وخاصة في الحي الثاني الباريسي، حيث تشهد العديد من أسماء الشوارع وزخارف الوجهات على سحر أرض الفراعنة، مثل شارع أبو قير وشارع النيل وشارع الإسكندرية وممر القاهرة الذي بني عام 1798 في منتصف حملة نابليون. ولم تكتفي باريس عاصمة الفن والجمال بسحرها، بل أضافت إلى جمالها سحر مدينة الأقصر، حيث بنيت سينما الأقصر عام 1921 على يد المهندس المعماري هنري زيبسي، وتشهد على استمرارية التأثير المصري الذي امتد عبر القرون. وتم إدراج الواجهة المصرية الجديدة للمبنى في قائمة الجرد التكميلية للآثار التاريخية، وسميت صالة العرض الرئيسية على اسم المخرج المصري يوسف شاهين. مباراة مجنونة ومثيرة. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح. هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وإلى آخر مجموعة من أخبارنا لهذا الصباح في حلقة اليوم هتكون الأخبار الرياضية، أو مجموعة سريعة من الأخبار الرياضية. الإسماعيلي تعادل مع ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلية، وأصبح رصيد الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن المقاولين صاحب المركز الـ16 بنفس الرصيد من النقاط. في مباريات الأمس أيضا تعادل سيراميكا كليوباترا مع ضيفه فاركو بهدف لكل منهما في المباراة اللي جمعتهما في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز. تقدم فاركو في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مودي من ركلة جزاء، وعدل شادي حسين النتيجة لسيراميكا في الدقيقة 25. ارتفع رصيد فاركو إلى 30 نقطة بهذه النتيجة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد سيراميكا كليوباترا 26 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً. تقام اليوم السبت 3 مباريات في الجولة 22 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق المصري مع الجونة، ويحل فيوتشر ضيفا على إنبي، ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره مصر المقصة.
وفيما يخص أخبار كرة القدم عالميا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 اللي بتحتضنها ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية. حظيت الولايات المتحدة الأمريكية بحق استضافة مونديال 2026 بعد تقدمها بملف مشترك مع المكسيك ومع كندا. ظهر جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي، وأعلن فيه عن المدن المستضيفة للمونديال اللي هيقام بعد 4 سنوات. وأخيراً وبالحديث عن الفوز، حصد جولدن ستيت ووريرز لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على بوستن سيلتكس 4-2 في سلسلة مباريات النهائي. للمزيد من التفاصيل هذا التقرير نتابعه معاً. Congratulations, you are the 2022 NBA champion. للمرة الرابعة في آخر 8 أعوام حصد جولدن ستيت ووريورز لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين بعدما فاز على بوستن سيلتكس 4-2 في سلسلة مباريات نهائية. ستيفن كاري الذي اختير لأول مرة في مشواره أفضل لاعب بالنهائيات قاد فريقه للفوز 103-90 في ملعب سيلتكس في المباراة السادسة بسلسلة نهائي بفضل تسجيله 34 نقطة إضافة لنحو 7 متابعات حاسمة و7 تمريرات حاسمة. وبجانب كاري سجل زميله أندرو ويجنز 18 نقطة ليساهم هو الآخر في تتويج ووريورز بسابع لقب في مشواره. أما سيلتكس لم يتمكن نجمه جيسون تيتوم سوى من تسجيل 13 نقطة و3 متابعات و7 تمريرات حاسمة بفوزه في المباراة الثالثة على التوالي بالنهائيات التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. قصد ووريورز اللقب دون الحاجة لخوض المباراة السابعة التي كانت ستقام في ملعبه بسان فرانسيسكو الأحد المقبل. في المقابل فشل سيلتكس في العودة إلى التتويج باللقب لأول مرة منذ 14 عاما وحصد اللقب 18 مرة في تاريخه، والذي كان سيفض به الشراكة مع لوس أنجلوس ليكرز كأكثر الفريقين تتويجا بالبطولة بواقع 17 مرة. بهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة من العالم هذا الصباح بعد هذه الجولة من العالم أجمع. يعني شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعة، والشكر بالتأكيد موصول أيضا للزميلة العزيزة منى فاروق. شكرا ليك يا منى. شكرا ليك باسم، وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وغدا بإذن الله يتجدد اللقاء في تمام 8 صباحا من على شاشة أكسترا نيوز والعالم هذا الصباح. دمتم في أمان الله.